إذاعة سلطنة عمان تقدم خير جليس. هذه الورقة الوحيدة أتت من شجرة ما في غابة خضراء، لا يؤنس وحدتها إلا المعنى العظيم الذي يكتب فيها، حتى تتناسل الأوراق فتنمو الشجرة تلك بين دفتي كتاب خير جليس. ولأن الكتب أشجار وارفة مليئة بالأسرار والنور، سنكون برفقتكم كل مساء لتنمو الكتب في كل مكان وتعود غابة المعرفة. خير جليس. نقرأ لنعرف أننا لسنا وحدنا. يتعلم الإنسان بطريقتين، القراءة ومصاحبة من هم أذكى منه. إذا أردت أن تسعد إنسانا فحبب إليه القراءة. أعز صديق لي هو الشخص الذي يمنحني كتابا لم أقرأه. وأيضا أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. هذه الاقتباسات الملهمة التي تحفز النفس على مواصلة الطريق في عالم الكتب والقراءة اللامتناهي، نستهل مشوارنا معكم في تغطية مباشرة من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والذي سيشهد بعد قليل افتتاح الدورة 23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. سنكون معكم في تغطية مباشرة يومية طيلة أيام المعرض على مدار ساعة ونصف، من الساعة 6:30 وحتى الساعة 8 مساء، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب. ننقل لكم صورة حية من أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب، ونقلب في صفحات مؤلفاته وإصداراته، ونتابع أنشطته وفعالياته، ونتحاور مع ضيوفه ومرتاديه. وستكون لنا وقفة مع الكتاب أو الكتاب والأدباء والمؤلفين الذين يحضرون المعرض للتوقيع على الإصدارات أو اقتناء الجديد منها، ونتحاور معهم في مواضيع وقضايا فكرية عديدة تهم النشر والقراءة بصفة عامة، ومعرض مسقط الدولي للكتاب بصفة خاصة. ولن ننسى ونحن نطوف بين جنبات المعرض وأركانه أن نتحاور مع المشاركين والناشرين لنستطلع آراءهم وملاحظاتهم وأفكارهم وقضاياهم، ونستعرض جديد المكتبة لديهم وما أنتجته دور النشر حديثة. كما ستكون لنا وقفات مع زوار المعرض، ونعيش معهم لحظات البحث عن الكتاب، ونستعرض تجارب القراءة والمبادرات المجتمعية الثقافية التي تنشط هذا العام من خلال تخصيص ركن لفعالياتها واعتماد إنشاء المقاهي الثقافية في عدد من الأجنحة المشاركة. ومع هذا الطواف اليومي المباشر، سيكون معنا في استوديو البرنامج في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات أو للمؤتمرات والمعارض حسب التسمية الرسمية، ضيوف نتحاور معهم حول مواضيع عديدة، نضيء معهم قضايا متعددة تمس الكتاب والمعرفة، ونقرأ صفحات من حياتهم وتجاربهم. وكما تعودنا في الأعوام الماضية مستمعينا، سنطرح عليكم مسابقة البرنامج التي تتضمن سؤالا حول المعرض وبعض المعلومات التي سنذكرها بين الحين والآخر، ونتلقى الإجابة عليها عبر الرسائل النصية القصيرة. وسيكون معنا فائز واحد من المستمعين كل يوم، يحصل على جائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبارة عن نسخة من الموسوعة العمانية. كل ذلك سيأتيكم في هذه المساحة اليومية من برنامج خير جليس، الذي يبث على الهواء مباشرة على مدار ساعة ونصف من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. فأهلا وسهلا بكم. اقرأ فإنك ذو نسب، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسب، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم.
خير جليس، خير جليس. الكتابة هي أعظم اختراعات الإنسان، لأنها تجمع الناس الذين لم يعرفوا بعضهم يوما وسكنوا عصورا وأماكن مختلفة. فالكتب قادرة على اختراق حواجز الزمن وصنع المعجزات. خير جليس، خير جليس. يوميا من معرض مسقط الدولي للكتاب من الساعة 6:30 وحتى الساعة 8 مساء. خير جليس، خير جليس من إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم من جديد مستمعينا في خير جليس. وكما ذكرنا فإن فعاليات الدورة 23 من معرض مسقط الدولي للكتاب ستفتتح رسميا بعد قليل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والذي احتضن هذا المعرض للمرة الأولى في دورته الماضية. هذا المركز مستمعينا الذي قدم نقلة نوعية لمعرض مسقط الدولي للكتاب عبر قاعاته الخمس، وربما هي الاحتفالية الوحيدة التي تفتح كل القاعات وتشغل كل المساحات. وأيضا نشير إلى ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام، وهي مدينة صلالة التي أعد برنامج ثقافي وفكري وفني متكامل لتقديمها عبر المعرض، بجانب البرنامج الثقافي للمعرض الذي يشهد تنوعا كبيرا ضمن أكثر من 75 فعالية ثقافية تنفذها لجنة الفعاليات الثقافية بالمعرض، و24 جهة رسمية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. ولا ننسى أن نشير إلى الجديد في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الحالية 23، حيث تشارك في المعرض 783 دار نشر، منها 603 دار نشر بشكل مباشر و180 دار نشر بشكل غير مباشر أو عبر التوكيلات. وتشارك في المعرض 28 دولة. نالت مصر المرتبة الأولى بأكبر عدد من المشاركات، وصلت إلى 150 مشاركة، في حين تشارك 96 دار نشر من السلطنة، بجانب 53 جهة رسمية مشاركة من السلطنة ومختلف دول العالم، و32 دار نشر ومكتبة من دول خليجية وعربية وأجنبية في قسم الكتاب الأجنبي. أما فيما يخص إجمالي عدد العناوين التي ستعرض، فقد بلغ 500,000 عنوان يمثل منها 35% إصدارات حديثة. أما مواعيد المعرض فستكون بدءا من يوم غد الخميس 22 من فبراير إلى 3 من مارس عام 2018، من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء، فيما عدا يومي الجمعة فستكون من الساعة 4 عصرا إلى 10 مساء. وستخصص أيام الخميس والاثنين والأربعاء 22، 26، 28 من فبراير الجاري لطلبة المدارس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا لطلبة المدارس الذكور. وتخصص أيام الأحد والثلاثاء والخميس 25، 27، 1 مارس، طبعا 25 و27 من فبراير، والأول من مارس من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا للنساء وطالبات المدارس. وكما أشرنا مستمعينا فإن معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 23 سيفتتح بعد قليل تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وسيشهد حفل الافتتاح تكريم شخصيات أو الشخصيات ذات الإسهامات البارزة في مجالات الدراسات والأنشطة الثقافية والفكرية. هذا التكريم سيشمل 3 شخصيات تم اختيارها وفق معايير حددتها اللجنة الرئيسية لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وهي أن يكون عماني الجنسية، وأن يكون له إسهام بارز ونتاج فكري في مجال من مجالات الثقافة والفنون والآداب وغيرها من الشروط التي وضعتها اللجنة. نعم، وقد تم اختيار 3 شخصيات للتكريم في دورة هذا العام من معرض مسقط الدولي للكتاب، وهم الدكتور
الدكتور عبد الله بن سيف الغافري، والفنانة التشكيلية رابحة محمود، والشاعر طارش قطر. وقبل أن يبدأ حفل افتتاح المعرض، يسعدنا أن يكون معنا في الدقائق القادمة الدكتور عبد الله بن سيف الغافري، رئيس وحدة الأفلاج بجامعة نزوة، لنتحدث عن تكريم المعرض له وعن اهتماماته البحثية في مجال الأفلاج العمانية وإدارة المياه الزراعية والتكنولوجيا التقليدية وغيرها من النشاطات التي أهلته لهذا التكريم. نعم، مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبا بك. أهلا بك دكتور. إذن الدكتور عبد الله بن سيف الغافري حصل على درجة الدكتوراه في المصادر البيئية الأفلاج العمانية في عام 2004، وعلى درجة الماجستير في إدارة المياه الزراعية في عام 2001، وكلاهما من جامعة هوكايدو اليابانية، كما حصل على درجة بكالوريوس علوم في الميكنة الزراعية من جامعة السلطان قابوس عام 1991. مرحبا بك دكتور عبد الله مرة أخرى معنا في أولى حلقات خير جليس لهذا المعرض أو لهذه السنة. مرحبا بك أستاذ سليمان. أهلا بك. طبعا نبارك لك هذا التكريم المستحق، ودعنا نتحدث عن إسهامك في المجال الذي تم تكريمك على إثره، وهو مجال الأفلاج العمانية وإدارة المياه الزراعية والتكنولوجيا التقليدية واهتماماتك البحثية فيها. نعرف أنك متخصص في هذا الجانب، درست يعني نلت الدكتوراه. نعم. من هوكايدو في الأفلاج العماني. طبعا هذا السؤال كان يفترض أن تسأليني، ولكن أنا أحب أن يكون مدخلا للحوار هيدا. لماذا اخترت الأفلاج؟ سؤال جميل جدا. أولا أنا ابن الأفلاج، ولدت في قرية وعشت وترعرعت في قرية ومارست جميع الأنشطة الزراعية المتعلقة بالأفلاج. أنا سقيت، عمل أقول بالعمانية، وحدرت وجديت وخرفت، وارتبطت بالفلج ارتباط يعني مباشر يعني منذ طفولتي لأن دخلت الجامعة. نعم. ويعني تخصصت في الهندسة الزراعية في جامعة السلطان قابوس، وأثناء تخصصي بعد التخرج اشتغلت في جامعة السلطان قابوس. لما بدأت بحث وجدت أنه المعرفة التقليدية تشدني من داخل، وجدت انه يعني فعلا محتاج شخص متخصص انه يهتم بالمعرفه التقليديه، واحس ان الافلاج ايضا مظلومه كون المتخصصين في هذا المجال قلائل. نعم. فالدوافع كثيره جدا، يعني الدافع واحد انه اصلا هي الافلاج مكون داخلي انا شخصي، والدافع الاخر ايضا ندره التخصص، عدم وجود مختصين في هذا المجال. فطبعا وصلت من البكالوريوس الى الدكتوراه، يعني ابحث في مجال المعرفة التقليدية تحديدا الأفلاج وما حولها من معارف. جميل جميل. طيب يعني عودة إلى ذاكرتك، ومثل ما تفضلت وذكرت دكتور أن في علاقة وطيدة ربطتك طبعا بفعل المنشأ بالأفلاج، دعنا نتناول معك يعني مفهوم الفلج في الذاكرة العمانية وما يعني أهمية الاهتمام به وأيضا دراسته خاصة في الوقت الراهن. باختصار أنا أقول أن الفلج هو هويتنا. إن طبعا الثقافة هي هوية أي شعب، فالفلج أنا أشوفه بالنسبة للعمان هو أحد محاور الرئيسة في الثقافة العمانية. والفلج يدخل يعني هو ليس فقط مجرد ساقية، وليس مجرد فقط تراث مادي، وليس مجرد فقط نظام زراعي. الفلج هو نظام ثقافي. نعم. فيعني له جوانب كثيرة جدا، يعني الفلج نظام حياة، فهو يدخل في جميع جوانب الحياة في القرية العمانية، وهو كما ذكرت جزء من هويتنا كعمانيين. لذلك الفلج بالنسبة لنا يعني بالنسبة لي كل شيء. لكن هناك من يرى دكتور أن الاهتمام بالأفلاج حديثا بدأ يقل يعني عما سبق، وخاصة مع دخول الزراعة الحديثة ونظام الري أيضا الحديث، ربما هذا الشيء سحب البساط من الزراعة التقليدية وأيضا نظام الأفلاج. ما رأيك؟ رأيي أنه أسف جدا جدا أنه للأسف الشديد ينظر للأفلاج على أنها نظام زراعي فقط. الفلج ليس نظام زراعي فقط، الفلج نظام اجتماعي، الفلج نظام ثقافي، الفلج جزء من تاريخنا كعمانيين، جزء من ثقافتنا الغير مادية. فالفلج ليس مجرد فقط سواقي، وليس مجرد نظام للمياه، وليس مجرد نظام زراعي. لذلك لما قزم الفلج ونظر إليه على أنه فقط مجرد نظام زراعي،
أصبحت هذه المقارنة الظالمة للفلج، إن المزارع الحديثة وفي طبعا الآن اللي هي الزراعة من غير تربة إلى آخره، الفلج ليس من غير نظام زراعي، فإذا نظرنا إليه نظام زراعي سيموت وسينتهي الفلج طبعا بسبب تطور التكنولوجي اللي نتحدث عنه الآن يعني. نعم، ولهذا إذن الفلج نظام زراعي كما تقول، ونظام ثقافي ونظام اجتماعي، وأنت تردد هذه العبارات في محاضراتك المختلفة في السلطنة، سواء في جامعة نزوة أو في النادي الثقافي أو في مهرجان مسقط مؤخرا، وأنت ناشط في توعية المجتمع بدور الأفلاج وأهميتها. وقبل حوالي 3 سنوات قدمت معنا في الإذاعة برنامجا جميلا وناجحا كان عنوانه الأفلاج حياة. المخرج يريد أن يسمعنا شيئا منه أو فقرة، سنتحاور عن هذا. وفي برنامج آخر مع أستاذ سليمان اللي هو أثر الماء الذي بث قريبا يعني. نعم صحيح. نعم صحيح. مع الأستاذ إبراهيم اليحمدي. نعم، هذا الشغف يعني دعنا نقول أن نستطيع أن نقول أن الأفلاج التي قلت أنها الأفلاج حياة، هل الفلج هو حياة عبد الله الغافري؟ هو يفترض الفلج يكون حياة العمانيين، لكن طبعا أنا حياة طبعا أنت من باب أولى طبعا. أيوة. وهو حياتنا يعني، هو ليس فقط حياتي أنا. وأنا أقول إن يعني ذكرت إنه الفلج هويتنا، جزء من هويتنا، يعني ماذا سنترك للأجيالنا القادمة من ثقافة ومن تراث. نعم، ولهذا أيضا وهو أمامنا الآن الفلج يموت يعني يجب أن نعمل شيئا. بالضبط، يعني أنا أستشعر من خلال حديث الدكتور أن هناك في غصة موجودة وهو يتحدث عن الأفلاج. صحيح دكتور. صحيح، لقلة الاهتمام بهذا الموضوع. أنا أريد أن أسألك سؤالا أيضا عن الأفلاج، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا المسمع من برنامجك الأول الأفلاج حياة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأفلاج حياة. في حلقة اليوم سوف أتحدث عن وظائف الفلج. الأفلاج حياة. ليس من المبالغة القول إن عمان هي هبة الأفلاج. كانت هذه النظم كالعمود الفقري للحضارات في عمان، حيث وفرت للسكان المياه والغذاء والمأوى في استدامة متصلة عبر العصور. كل القرى العمانية تم بناؤها حول نظام الفلج، فبالإضافة إلى كونها مصدرا للمياه الشرب والغسيل والاستحمام والري، تقدم الأفلاج أيضا خدمات اجتماعية وبيئية أخرى. ولأن الفلج مصدر مشترك بين مجموعة من المستفيدين منه، والحفاظ عليه كان يعني الحفاظ على حياة المجتمع المعتمد عليه، شكل الفلج ثقافة الجماعة، وكان عاملا رئيسا للتكافل الاجتماعي والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع بمختلف أصولهم أو مذاهبهم أو حتى أديانهم، لأن الناس يعيشون في سلم طالما ابتعدوا عن ما يفرقهم واجتمعوا حول المشترك بينهم. ساهم الفلج أيضا في رعاية الأيتام وخدمة المشاغل والمدارس الدينية والتعليم ونسخ الكتب، حيث تخصص أوقاف من الفلج عادة ما تكون نخيلا أو الماء أحيانا يؤجر، وتستخدم المبالغ الناتجة من هذه الأوقاف لخدمة مجتمع القرية. كان هذا مسمعا من برنامج الأفلاج حياة الذي أعده وقدمه الدكتور عبد الله بن سيف الغافري قبل 3 سنوات في إذاعة سلطنة عمان. نعم دكتور، يعني هكذا ذكرت جملة جميلة، عمان هبة الأفلاج. طيب نسأل أيضا عن وحدة بحوث الأفلاج في جامعة نزوة، ومدى يعني مساهمتها أيضا في الحفاظ على هذا الإرث، على هذه الهبة. خلينا نقول وحدة بحوث الأفلاج من مسماها تعنى يعني كأساس بالأبحاث والمعارف المتعلقة بالأفلاج العمانية. نعم. طبعا لما نتكلم عن المعارف المتعلقة بالأفلاج العمانية ليس تخصص واحد، هي عبارة عن
تخصصات متعددة متداخلة مع بعض، تشمل العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية مع بعض. جميل. يعني الأهداف الأساسية للوحدة أولا التوثيق، توثيق المعارف المتعلقة بالأفلاج، التدريب والتعليم، وأيضا البحوث، نشر البحوث طبعا والنشر. لذلك أنا يعني هي الوحدة بدأت من عام 2012 في جامعة نزوة، وبالإمكانيات البسيطة استطعنا أن ننشر بعض الأوراق العلمية، وأن لدينا الآن مشاريع على سبيل المثال قاموس الأدوات الزراعية التقليدية، ولدينا مجموعة من الأبحاث قيد العمل فيها. وأود أن في هذا الصدد أيضا أشكر جهة معينة حكومية ساهمت في دعم هذه الوحدة، وهو مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، جزاهم الله خيرا. يعني سنتين الآن نحصل منهم دعم مباشر لهذه الوحدة، وأنا أتمنى أن نجد أيضا دعم من جهات حكومية وغير حكومية أخرى لهذه الوحدة، لأننا محتاجين للدعم فعلا. نعم إن شاء الله. طبعا الأفلاج أخذت نصيب الأسد في هذا الحوار، والذي يعرف الدكتور عبد الله بن سيف الغافري يعرف أنها جزء فقط من نشاطاته المتنوعة في التي أهلته لهذا التكريم المستحق، من ضمنها أيضا رئاستك لفريق متابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم في وزارة التراث والثقافة، والذي نجح مؤخرا في تسجيل المخطوط العماني معدن الأسرار في علم البحار في برنامج سجل ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن هذا الفريق، فريق متابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم الذي تترأسه. فريق متابعة برنامج ذاكرة العالم لليونسكو هو شكل بقرار من صاحب السمو السيد وزير التراث والثقافة، وهو تحت إشراف وزارة التراث والثقافة، ويتكون من أعضاء من عدة جهات حكومية. وهدف هذا الفريق هو إدراج وترشيح ملفات عمانية لبرنامج ذاكرة العالم، ومتابعة هذا الترشيح، والحمد لله كما أسلفت يعني تمكننا من من إدراج ملف على الأقل واحد، لكن رشحنا مجموعة من الملفات ومستمرين في هذا الترشيح. وهدف الآخر أيضا بالنسبة حل هذا الفريق التوعية، وإحنا قمنا بأكثر من ندوة محلية، وقمنا أيضا بورشة عمل محلية في هذا الصدد، وإن شاء الله ننوي أن نستمر في هذا المجال إن شاء الله. نعم، هناك أيضا مشاركتك أيضا قبل عدة سنوات ضمن فريق إعداد الموسوعة العمانية التابعة لوزارة التراث والثقافة، أيضا أتمنى أن تتحدث عن هذه المشاركة. في الحقيقة أنا يعني أشعر بالفخر أن كوني أحد المؤسسين لمشروع الموسوعة العمانية مع الدكتور عبد الله الحراسي ومع الأخوة الأساتذة أستاذ عاصم السعيدي والدكتور خالد زدقالي والأخوة الآخرون، وكنت أيضا في اللجنة الرئيسة، وكنت أيضا في لجنة التحرير. وطبعا تعرفوا أن الموسوعة صدرت منذ عدة سنوات والحمد لله في 11 مجلد وعندنا أكثر من 4000 مدخل، فكان هو عمل فعلا عمل غير بسيط. صحيح. خاصة أنه يعني شيء أتى من عدم، يعني الموسوعة كانت يعني من يعني ما يوجد عمل مباشر، هو أكبر عائق أو تحدي واجهنا هو المصادر المعلومات، فبعض الأحيان اضطرينا أن احنا نعمل بحث من جديد لبعض المصادر أو لبعض المعلومات. نعم، أكيد احنا نشكرك دكتور عبد الله بن سيف الغافري، ونبارك لك مرة أخرى تكريم الدورة 23 من معرض مسقط الدولي للكتاب، أكيد هو تكريم مستحق بالتأكيد، أيضا بجانب الفنانة التشكيلية رابحة محمود والشاعر طارش قطن، سيتم التكريم بعد قليل أيضا سليمان. أيوة، ولذلك نحن مطالبون الآن أن يعني نرخص الدكتور عبد الله عشان يروح يكرمه. شكرا جزيلا لك دكتور. انا اود ان اشكر اللجنه الرئيسه لمعرض مسقط الدولي للكتاب واللجنه الثقافيه تحديدا على يعني ترشيحي هذه المره يعني في للتكريم، واشوف لفته جميله منهم فعلا ولفته كريمه منهم، اوجه الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض، والشكر خاص ايضا لاذاعه سلطنه عمان ليس على لقاء اليوم، ولكن الشكر على التعاون الدائم معي، انا يعني اتيحت لي الفرصه للحديث في اذاعه سلطنه عمان في شقيها العربي والقناه الانجليزيه، ايضا قدمت اكثر من حلقه في القناه الانجليزيه ايضا عن الافلاج العمانيه، فلكم الشكر جميعا. شكرا لك. شكرا لك، ونبارك لك مره اخرى، نبارك ايضا للفنانه رابحه محمود. نعم. ونبارك للشاعر طارش قطن الذي
سيبارك له زميلنا المخرج هاني السعدي بطريقته بأن يضع أغنية من كلماته، وهي أغنية الفنان أبو بكر سالم، شوف لي حل. شوف لي حل، لا رضا جابك ولا جابك زعل، لا رضا جابك ولا جابك زعل، اللي بيديك جميع الحلول. شوف لي حل، شوف لي حل، جليس من إذاعة سلطنة عمان. طبعا ننوه أننا سننتقل الآن أو سنكتفي فقط بالبث في إذاعة الشباب، لأن الإذاعة العامة ستنتقل الآن إلى النشرة المحلية لمدة 10 دقائق، وسنعود لنواصل بث البرنامج عبر القناتين، قناة الشباب وإذاعة والإذاعة العامة، ولكن بعد النشرة المحلية. خير جليس، خير جليس. الكتابة هي أعظم اختراعات الإنسان، لأنها تجمع الناس الذين لم يعرفوا بعضهم يوما وسكنوا عصورا وأماكن مختلفة. فالكتب قادرة على اختراق حواجز الزمن وصنع المعجزات. خير جليس، خير جليس. يوميا من معرض مسقط الدولي للكتاب من الساعة 6:30 وحتى الساعة 8:00 مساء. خير جليس. خير جليس من إذاعة سلطنة عمان.
كما ذكرنا قبل في بداية هذه الحلقة عن مسابقة البرنامج اليومية وسؤال الحلقة الذي سيحصل الفائز في إجابته الصحيحة على نسخة من الموسوعة العمانية مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. سؤال حلقة اليوم مستمعينا، وهو سؤال الأول، يقول: يحتفل معرض مسقط الدولي للكتاب اليوم ببدء دورة جديدة من دوراته التي بدأت عام 1992 وجعلت منه منذ ذلك العام أحد الأنشطة الثقافية الرئيسية في السلطنة، ما رقم دورته الحالية؟ الإجابات المطروحة لاختيار الإجابة الصحيحة من بينها هي الدورة 23، الدورة 22، الدورة 25. إذن يمكنكم أن ترسلوا إجاباتكم عن طريق رسائل النصية القصيرة على الهاتف المخصص، وهو 90486 90486، مع كتابة رقم الإجابة الصحيحة إما 1 أو 2 أو 3 وكتابة الاسم الثلاثي والقبيلة. وهذه طبعا هذه النقطة تجدر الإشارة أو التنويه إليها، ليس مطلوب كتابة اسم الإجابة أو بالحروف الدورة 23 فقط مثلا، رقم الإجابة فقط. نعم. 1 2 3. والإجابات هي الدورة 23، هذا 1 2، الدورة 22، 3 الدورة 25. نعم، كل التوفيق إذن لكم مستمعينا، ومثل ما ذكرنا الفائز سيحصل على جائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبارة عن نسخة من الموسوعة العمانية. وكما اعتدنا طبعا في كل عام أن يكون لدينا أيضا زملاء يتجولون في أروقة المعرض، زميلنا هلال البادي وزميلتنا أمل السعيدي، وهذا العام أيضا تنضم إلينا الزميلة ليلى بنت عيسى العامرية. والآن يخبرنا المخرج أن أمل السعيدي في أروقة المعرض ولديها ضيف. مرحبا بكم سليمان وعايدة، وكل عام وقراء عمان بخير بمناسبة هذه الدورة الجديدة من المعرض. معي الآن من فريق جليس الإعلامي الأستاذ عيسى بن سالم الراشدي. مرحبا أستاذ عيسى. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. في البداية أستاذ عيسى، حدثنا عن جديد هذه الدورة والإضافات فيها. الحقيقة ونحن الآن يعني تفصلنا لحظات قبل افتتاح معرض مسقط الدول للكتاب في دورته 23، يعني لابد أن نشير إلى أنه المعرض في سنته الحالية حقيقة يعني يظهر لنا بحلة جديدة. فيعني بدءا من إجمالي عدد العناوين بالموقع التي ستكون متاحة بالمعرض، و يعني ستصل إلى 500,000 عنوان كتاب ستكون متاحة للزوار. ستكون هناك أيضا يعني يشارك في المعرض حوالي 783 دار نشر، منها ما يشارك بشكل مباشر ومنها ما يشارك بشكل غير مباشر من 28 دولة. لعله من المناسب أيضا أن يعني نشير هنا إلى الإضافات الحقيقة الجديدة التي أيضا كان لها بيان في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفل الافتتاح، وهي تخصيص 4 قاعات متكاملة للفعاليات الثقافية، وأيضا ركن موسع للبرامج الثقافية للطفل، وتخصيص ركن لفعاليات المبادرات المجتمعية الثقافية. المبادرات المجتمعية نعتقد أنها ستحظى يعني بأهمية وبإبراز في هذا المعرض، وكان لها أيضا إبراز مميز في المعرض السابق. أيضا المعرض بحلته الجديدة سيشهد يعني إنشاء عدد من المقاهي الثقافية في عدد من الأجنحة التي ستكون يعني لها مواضيع ثقافية متنوعة. لا بد أيضا أن نشير هنا إلى مشاركة الجهات أيضا ذات العلاقة بصناعة ونشر الكتاب، يتجلى ذلك في حضور مؤلفين طبعا للتوقيع، وأيضا إبرام عقود إنتاج ونشر، وأيضا المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب. الحقيقة المعرض يعني سيشهد على مستوى الفعاليات الثقافية ما يقارب أكثر من 70 فعالية ثقافية على مدى أيام المعرض. الحقيقة الزوار والمهتمين وكلهم مدعوون من الاستفادة في هذه الأيام في هذا العرس الحقيقة الثقافي الذي تشهده الآن يعني السلطنة في هذه الأيام، والذي يفتتح إن شاء الله اليوم ويستمر حتى 3 مارس يعني
نعم أستاذ عيسى، ماذا عن فعاليات قسم هذا الطفل، قسم الطفل هذا العام؟ هنالك كما سمعنا وقرأنا أيضا من خلال أخبار المؤتمر الصحفي أن هنالك فعاليات مخصصة للطفل. نعم، الطفل يحظى أيضا باهتمام مميز في المعارض السابقة وهذا المعرض أيضا. لجنة مناشط واهتمامات الطفل حقيقة يعني استعدت بشكل مميز جدا، يعني تم تخصيص 5 أركان رئيسية للطفل بجانب طبعا المسرح الذي سيكون يعني نشط طوال أيام المعرض. من 5 أركان رئيسية هي أصدقاء الكتاب وأنا أستطيع، وهذا الركن يعني سيكون مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك ركن أيضا قلم الألوان وركن المسرح، ثم القرية العلمية التي ستكون مخصصة لمهارات العلوم والتقانة، ولعله من الغد يعني سيتضح البرنامج الثقافي وأيضا البرنامج المخصص للطفل من اليوم حقيقة. وهناك نشرات يعني على وسائل التواصل تويتر والحسابات الخاصة بالمعرض باستطاعة أيضا الباحث والقارئ وأن يجد هذه العناوين متاحة. نعم أستاذ عيسى، مركز جليس والمركز الإعلامي الموجود في معرض الكتاب، ما هو الدور الذي ستقومون به خلال أيام المعرض؟ حقيقة فريق جليس الإعلامي هو ليس بفريق جديد، هو كان يعني موجود طوال دورات تقريبا الدورات الـ4 أو 5 السابقة في معرض مسقط لدول الكتاب. فريق جليس هو حقيقة فريق متكامل من يعني الفنيين والمتخصصين في التحرير، هو المصدر الذي يعتبر أصبح الأول للمعلومة بالنسبة لتغطية الفعاليات والمناشط الثقافية، ولعل ضيوفك الكرام في الاستوديو يعني متابعين وعلى علم بفريق جليس، منهم المصورين ومنهم المحررين ومنهم أيضا المشرفين على 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 المسابقات التي اعتاد فريق جليس أن يطرحها خلال المعرض. إذن أستاذ عيسى بن سالم الراشدي، عضو فريق جليس الإعلامي، شكرا لك، ونحن بانتظار الآن بدء حفل الافتتاح ونعود إلى الاستوديو. شكرا جزيلا لكم، وشكرا أيضا لك أمل، وشكرا لضيفك. شكرا لأمل وضيفها، وطبعا حفل الافتتاح معرض مسقط الدولي 23 للكتاب على الأبواب الآن بدأ. نسمع السلام السلطاني. نعم. من الجيد أن ننتقل قليلا بمستمعينا. طبعا عم يقدم هذا الحفل زميلنا الإعلامي محمد بن علي المرجبي الذي سيفتتحه بعد قليل. معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا
صدق الله العظيم. طبعا كان هذا القرآن الكريم في حفل افتتاح المعرض، معرض مصر الدولي 23 للكتاب في دورته 23. نعم أنا قلت 23 قبل قليل. طبعا هذا الحفل يقدمه زميلنا، كان لي هدف من قولها. إيش هدفك؟ لا بعدي بخبرك بعد الآن، قال لك لي وايد بيكون موضح الأمر. إذا نستمع إلى زميلنا محمد المرجبي. معالي السيد محمد بن سلطان المساعدي وزير الدولة ومحافظ الفار الموقر راعي هذا الحفل، معالي الدكتور عبد المنعم المنصور حسين وزير الإعلام الموقر رئيس اللجنة الرئيسية لمعرض المنصة الدولي للكتاب، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبالمتابعين أينما كانوا، سواء في هذه القاعة المتابعين عبر البث الإذاعي لإذاعة سلطنة عمان والإذاعات الخاصة وتلفزيون سلطنة عمان بقناتيه الثقافية ومباشرة. أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية العمانية في مسقط العاوية لنحتفل ونحتفي بالكتاب والكتاب والقراء في هذه الدورة 23 لمعرض المسقط الدولي للكتاب في هذا اليوم الأربعاء 21 من فبراير من عام 2018. أكثر من عقدين من الزمان ظل هذا المعرض يكبر ويتطور ويواكب الجديد ويسعى لتلبية احتياجات المجتمع من الفكر والثقافة والفن وتبادل الخبرات والتفاعل. هذا طبعا كنا نستمع إلى زميلنا محمد بن علي المرجبي وجانب من تقديمه لحفل افتتاح معرض مسقط الدولي 23. طبعا فهمت بعدين مغزى أنك أنت تكررين الرقم. نعم. تحاولين توصلين معلومة رسالة للمستمعين والمرتادين إن شاء الله راح يفهمون هم تويتر تقريبا يمكن. نعم. يعني حابين الكل يفوز بالموسوعة. أكثر من كذي ما أقدر أوضح. طيب. إذن مستمعينا أهلا بكم من جديد في أولى حلقات برنامج خير جليس. مثل ما استمعت قبل قليل، بدأ حفل افتتاح المعرض في دورته 23 تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. وكما أشرنا في بداية الحلقة، يشارك في هذا المعرض 783 دار نشر، منها بشكل مباشر 603 دور نشر و180 دار نشر بشكل غير مباشر عبر التوكيلات من 28 دولة. بالنسبة لترتيب مشاركات الدول في هذه الدورة، جاءت مصر في المرتبة الأولى بأكبر عدد من المشاركات، وصلت إلى 150، في حين تشارك 96 دارا من السلطنة و83 دار من لبنان. أما سوريا فيشارك منها 75 دار نشر، في حين تشارك من الأردن 54 دار نشر ومن الإمارات 45 دارا، بينما تشارك الكويت ب 29 دار نشر. أما السعودية فتشارك ب 20 دار، ومن العراق وفلسطين والسودان والمملكة المتحدة كل واحدة منهن تشارك ب 5 دور بإجمالي 20، في حين
البحرين تشارك كل من البحرين وتونس بأربع دور نشر، وأخيرا تشارك كل من الجزائر وإيران وقطر بثلاث دور نشر. كما تم تخصيص مواقع للجهات الرسمية والكتاب الأجنبي، هذا بالإضافة طبعا إلى كتاب الطفل والفعاليات والمناشط المرتبطة به. وتبلغ المساحة الإجمالية المشغولة للمعرض 12,114 مترا مربعا بواقع 1,200 جناح. نعم، إذن إيش رأيك سليمان أيضا نذكر بالسؤال، سؤال حلقة اليوم؟ نعم تفضلي. نعم، السؤال يقول، ولكن بدون تغشيش من فضلك. يحتفل معرض مسقط الدولي للكتاب اليوم ببدء دورة جديدة من دوراته التي بدأت عام 1992، وجعلت منه منذ ذلك العام أحد الأنشطة الثقافية الرئيسية في السلطنة، فما رقم دورته الحالية؟ الإجابات المطروحة لاختيار الإجابة الصحيحة من بين هي 1 الدورة 23، 2 الدورة 22، 3 الدورة 25. إذن المطلوب منكم مستمعينا إرسال رقم الإجابة الصحيحة عن طريق الرسائل النصية القصيرة على الهاتف المخصص، وهو 90486 90486. جميل، وطبعا نفس التنويه السابق أن يكون رقم الإجابة، رقم الإجابة مع كتابة الاسم الثلاثي والقبيلة. نعم، طبعا كما قلنا أنه هناك جولات أيضا في أروقة المعرض سيقوم بها زملاؤنا، لا أدري إن كان هناك ضيف الآن في، ولكن المخرج يخبرني أننا لا نذهب إلى أي من المراسلين الآن، لأنه بعد قليل سيكون هناك موعد رفع أذان العشاء. دعيني أسألك، أنت طبعا دخولك للمعرض اليوم لأول مرة؟ يعني لا، ليش تضحكي؟ لأن أنا أمس دخلت وتجولت في أروقة المعرض، ودخلت في بعض وتعرفت على بعض الناشرين الجدد، وأيضا اشتريت حتى كتبا ما شاء الله. نعم، ومن يعني من أول يوم يعني، وطبعا هذه ميزة الإعلاميين أنهم يستطيعون أن يدخلون قبل الآخرين يعني. نعم، ماذا اشتريت؟ والله اشتريت بعض الروايات، اشتريت أيضا كتاب زميل زاهر المحروق الجديد الخليج من زمن الكوليرا، وأيضا كتاب رواية سعيد الهاشمي الجديدة تعويبة الظل، وهذا قبل اليوم الأول حتى يعني. إن شاء الله ينتظرك كذي 10 أيام ما شاء الله يعني. ربما لأنه ستعرفين فيما بعد طبعا أن هناك فعاليات ثقافية يومية. أعرف، نعم. نحن في المعرض عندنا هذا البرنامج اليومي الذي نسعد فيه بالمستمعين، أي نعم، ولكن يشغلنا طبعا عن البحث عن الكتب. صحيح. أو البحث عن يعني أن نرتاد المعرض كقراء ورواد عاديين وليس كإعلاميين. صحيح سليمان، بالنسبة للقراء والمرتادين ولمن يحب أن يرتاد المعرض يعني في هذا الموقع الجديد، هذه النسخة الثانية طبعا من المعرض التي تقام في هذا المركز، مواصلات طبعا خصصت باصات نقل لنقل هؤلاء الرواد لهذا المعرض. خير جليس من إذاعة سلطنة عمان، هذا البث المباشر لأولى حلقات خير جليس يأتيكم من أروقة مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. نعم أنا قلت الدولي، هو دولي عموما يعني. أكيد. نعم، هذا البرنامج طبعا مستمعينا متزامن مع فعاليات المعرض طوال أيامه. طبعا فهذا العام ستقام طبعا ننوه أيضا أن حفل افتتاح هذا المعرض قائم الآن تحت رعاية سعادة أو مع طبعا تحت رعاية معالي وزير الدولة و نعم معالي السيد ظفار. محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. نعم. الفعاليات الثقافية متنوعة هذا العام. نعم، يعني للتذكير فقط فإن هذه النسخة من معرض مسقط الدولي للكتاب ستقام فيه أكثر من 70 فعالية ثقافية، ستشمل أيضا على ندوة لثلاثة من العلماء الراحلين، بالإضافة إلى ندوة حول أحد رواد المسرح وهو المرحوم عبد الحسين عبد الرضا. نعم،
إذن تفاصيل الفعاليات الثقافية للمعرض وما تحمله من جديد هذا العام ستكون محور حديثنا في الدقائق القادمة مع الشاعر حسن المطروشي عضو لجنة الفعاليات الثقافية. مرحبا بك حسن. مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. مجددا لقينا مرة عام كامل على لقائنا الأول السنة الماضية، وكنت تستعرض لنا الفعاليات الثقافية للدورة 22، وها أنت ستستعرض إن شاء الله الدورة 23. دعني أسألك في البداية، ماذا يميز هذه الدورة من ناحية الفعاليات الثقافية؟ من ناحية الفعاليات الثقافية، أولا هناك تطور على مستوى الكم، يعني قفزنا فقط في البرنامج الرئيسي إلى قرابة 70 فعالية، وهو طبعا قفزة نوعية. أيضا في هذا العام نحن نكرم، ابتدأنا في هذه الدورة الأولى في نكرم شخصيات يعني لها إسهام بارز في عدة يعني مجالات، وهو إن شاء الله ستكون سنة حميدة جديدة تبدأ من هذا العام وتتوالى في كل عام إن شاء الله. ثلاثة أو السنة نكرم ثلاث شخصيات، ونتمنى إن شاء الله الأعوام القادم يكون أكثر من ثلاث شخصيات. نعم. طبعا وكانت الشخصية الأولى ضيفتنا في بداية هذا البرنامج دكتور عبد الله الغافري. دكتور عبد الله الغافري والأستاذة رابحة محمود. نعم. وأيضا الشاعر الشعبي والغنائي طارش قطن. نعم. وكما تلمسون يعني كلهم لهم إسهامات بارزة كل في مجاله. رابحة طبعا تاريخ وتأسيس من المؤسسين للمشهد التشكيلي. أيضا طارش قطن من الشعراء الذين أسهموا في نشر الكلمة العمانية، وتغنى بشعره يعني الكثير من كبار فناني العالم العربي والخليج. جميل. وأيضا الدكتور عبد الله الغافري، وهو رجل أيضا تجربة فكرية وثرية وغنية يعني. طيب أستاذ، لو نتحدث أيضا عن يعني ملامح الفعاليات الثقافية لهذه الدورة من معرض مسقط الدولي للكتاب، يعني ما شاء الله 70 فعالية ثقافية. نعم. الجديد أيضا الذي تحمله هذه الفعاليات، يعني نعدد هكذا ونستعرض للمستمعين أبرز هذه الفعاليات. أبرز الفعاليات طبعا هناك فعاليات تعنى باللجنة الثقافية الأساسية، يعني نحن عندنا لجنة ثقافية، اللجنة الثقافية للمعرض، إلى جانب كما تعلمون طبعا مختلف المؤسسات الثقافية من الأندية والجمعيات والجهات الأخرى المشاركة، مثل النادي الثقافي، بيت الزبير، جمعية الكتاب والأدباء، الصوالين الثقافية، صالون سعيدة خاطر، صالون دكتورة فاطمة العلياني، مركز هي جهات كثيرة، وإذا أخذت تعددها أكيد بتنسى شيء. نعم. لا طبعا. نعم. كل هذه يعني كلها تسهم بفعاليات. لدينا احتفاء مهم جدا كما أشرتم نحن في اللجنة الثقافية برمز من رموز الدراما والمسرح بالخليج، وهو عبد الحسين عبد الرضا. نعم. وجاء طبعا التفاتة لأهمية هذه التجربة وتكريما للتجربة الخليجية بشكل عام. عندما نتحدث عن عبد الحسين هو يمثل تاريخ، نستضيف في هذه اللجنة أحد مجايلينه وهو الفنان سعد الفرج، وأيضا توأمه الفني طبعا، وأيضا الفنان محمد المنصور، وإلى جانب أيضا الدكتورة آمنة من عمان، يعني تشارك الدكتورة آمنة الربيع بمداخلة أيضا يعني كقراءة يعني معمقة في هذه التجربة، إلى جانب الشخصيات التي رحلت مؤخرا يعني عن دنيانا في عمان، يعني الفنان سالم بن علي يعني من رموز الفكر يعني. نعم. نعم. طيب نعم تفضل إذا كان ثمت يعني أيضا. نعم. هذا إذن أبرز الفعاليات الثقافية للجنة الثقافية للمعرض. نعم للجنة. ما أبرز الفعاليات الثقافية الأخرى التي تنظمها الجهات الثقافية الأخرى التي تساهم معكم في هذا التنظيم؟ هناك حقيقة فعاليات بارزة جدا لمختلف الجهات. هناك فعاليات للنادي الثقافي ويناقشون هذا العام قضية يعني نحو سوق حرة للكتاب في عمان،
وكما تعلم يعني في كثير من البلدان الآن هناك ما يسمى بالسوق المفتوحة والسوق الحرة للكتاب، الذي مثلا العام الماضي افتتحت في الشارقة، مفهومها، معوقاتها، تحدياتها، وأعتقد هذه من أهم يعني الأشياء في البرنامج. نعم. ماذا عن النادي الثقافي؟ هذا أنا أتحدث عن النادي الثقافي. أيضا سوق نحو سوق حرة للكتاب كنت أظن تقريبا بيت الغشام. لا أو إحدى المشاركات فيها. في بيت الغشام لا نشارك هذا العام بفعالية. بيت الغشام لم يشارك، هذه هي مشاركة النادي الثقافي. وأيضا هناك يعني استشراف للمستقبل، أعتقد ندوة ينظمها بيت الزبير ويستضيف فيها أسماء لامعة. نعم. بيت الزبير يعني يقدم ما وراء الشرفة. نعم، ما وراء الشرفة. إلى جانب ذلك مركز ذاكرة عمان لديه برنامج يتحدث أيضا عن المخطوط العماني وأهميته ويعني وإعادة ترميمه والدور في هذا الجانب. تعرف تاريخ عمان، عمان لها رصيد كبير جدا في المخطوط يعني. نعم. وهم يعنوا بهذا، لديهم يعني فعاليات نوعية ومركزة ومتخصصة في هذا الجانب. أيضا منوه هذا العام نستضيف صلالة كضيف شرف. نعم. نعم. الفعاليات التي تخص ضيف شرف هذا العام أيضا أتمنى أن تضع المستمعين في صورتها. السنة الماضية كانت صحار، وهذه السنة صلالة هي ضيفة الشرف. طبعا المنظمون أعدوا قائمة وقائمة بالفعاليات الثقافية التي يحتضنها المعرض طوال أيامه. هناك طبعا لدينا فرق فنون شعبية ستقدم فنون ظفار بشكل عام وصلالة بشكل خاص. طبعا في أكثر من موقع ستكون هناك فعاليات لضيف الشرف. ضيف الشرف. نعم. في الساحة الأمامية ستشهد فنون تشكيلية. أيضا في قاعة الفراهيدي ستقام فيها بشكل يومي أيضا قراءة كتب. هناك أمسية للشعر الفصيح يشارك فيها مجموعة من الشعراء من الصلالة، محمد قرطاس، عمر محروس، الأستاذ علي سعيد العامري. وأيضا هناك أمسية أيضا للشعر الشعبي يشارك فيها علوي با عمر، عادل الشنفري، أحمد الجحفلي، طارش قطن أيضا المكرم. وأيضا في المقهى الثقافي ورش عمل سيقدمون ورش عمل نوعية. وأيضا هناك ندوات ومحاضرات تتحدث عن المكانة التاريخية والأهمية التاريخية للظفار بشكل عام وصلالة، يعني استراتيجيا واقتصاديا يعني ثقافيا وحضاريا في ذاكرة عمان. نعم. هو لدي سؤال قبل أن تسألي عائلة. يعني هذه السنة التي استناها معرض مسقط باختيار مدن عمانية كضيوف شرف للمعرض، نلاحظ مثلا في معارض الكتاب الأخرى العربية أن والعالمية حتى أن ضيف الشرف عادة يكون دولة، يعني تختار دولة ما تأتي هي بمثقفيها وفعالياتها وتكون هي ضيف الشرف لدورة المعرض. هل يفكر معرض مسقط أو اللجنة الفعالية الثقافية أن تطبق هذا أيضا، أن تكون هناك دولة ما ضيفة لمعرض مسقط ضيف شرف بالإضافة إلى المدينة العمانية أيضا؟ سؤال حتى إحنا في اللجنة الثقافية ربما طرحناه سابقا. هو هذا القرار هو قرار اللجنة الرئيسية للمعرض وليس اللجنة الثقافية، لكن حسب ما علمنا أنه عمان يعني أرادت أن في الإخوة هنا في أو يعني المسؤولين في السلطنة القائمين على الأمر أرادوا أن يقدموا شيء مختلف، يعني نعرف هؤلاء مثلا في هذا المحفل الثقافي نعرف دعنا نعرف بمدننا، يعني عندما تأتي بصحار يعني تعرف بتاريخها ودورها وآدابها وثقافتها وعلماءها، وأيضا تأتي بظفار وهكذا أنت تسهم بالتعريف. عموما مدن تاريخية يعني ضاربة في عمق التاريخ
أكيد العمانيين يعرفونها. يعني إذا كان التعريف بمثل هذه المدن العمانية كان يفترض أن تعرف في الخارج وليس للعمانيين من وجهة نظري. أنا طبعا أضم صوتي إلى صوتك أنه فعلا يعني أنه يبي بالإمكان أن نزاوج. أنا لا أدافع عن الفكرة، يعني أنا أقول هكذا، يعني فهمت أنه يعني في هذا المحفل الذي يحضر فيه نخبة كثيرة من أبناء عمان من الأجيال الجديدة وأيضا من ضيوف المعرض، نحن نسهم في يعني في تعريف جزء من ذاكرتنا، لكن هذا لا أعتقد أنه يعني يعيق أن نستضيف بلد عربي أو نعم غيرها. نعم أستاذ حسن، يعني لاحظ طبعا أكيد في كثافة وغزارة في الفعاليات الثقافية في هذه الدورة، ارتفع العدد إلى 70 فعالية. يعني ما الآلية اللي اتبعتوها في توزيع الفعاليات أيضا إدراجها لتحقيق المأمول منها أيضا؟ أنت طبعا تسألين هذا السؤال وهو ملحق بسؤال آخر، يعني لأن من نفس هناك سؤال عن تكرار بعض الأسماء الثقافية من معرض لآخر التي تشارك في نفس الفعاليات. نعم يعني نحن معنيين بما يتعلق بالتكرار، ما يعني فعاليات اللجنة الثقافية نسعى ألا تتكرر الأسماء، لكن عندما يأتي مثلا تأتي مؤسسة كجمعية الكتاب أو صالون، إذا كانت أعضاء اللجنة الثقافية نفسها تتكرر أسماءها من في الفعاليات المشتركة من عام لآخر يا مثل حسن. إيش عفوا، يعني أنت مشارك في أمسية شعرية أو في ندوة هذا العام، في ندوة، وأيضا الأستاذة الدكتورة فاطمة العلياني مشاركة أيضا في ندوة وهي من ضمن المنظمين. طبعا مثل ما قلت لك انه يعني انا جئت بدعوه يعني شاركت في فعاليه واحده عمليا او عفوا اثنين، انا نكون واضح هذه مش ترشيح اللجنه الثقافيه، ولكن واحده منها من النادي الثقافي، الفكره التي تحدثنا عنها وارادوا دور النشر والمؤسسات النشر التي تعمل في عمان ان تسهم برايها في هذا الموضوع، فجاءوا لمؤسسه بيت الغشام، وكان الاساس ان ياتي طبعا المدير العام، ولكن نظر لارتباطاته اللي هو الاستاذ محمد بن سيف الرحبي ونقل له التحيه من هنا، وكلفت رسميا من بيت مؤسسة بيت الغشام أن أتحدث نيابة، وهذا شرف لي. أما ما يتعلق بالفعالية الثانية فهي أيضا لمركز سلطان قابوس العالي للثقافة والفنون، وهي إدارة أمسية للعلوم عفوا نعم إدارة جلسة للدكتور سعد البازعي، وربما استطرف حاولت للأمانة شخصيا لأنه أنا راح مسافر، وبالتالي هم أصروا أن أديرها وأجلوها حتى عودتي من السفر إلى أن أكون متواجد، يعني أنا أعرف حساسية المسألة، ولكن ربما بما يربطني من علاقة بالدكتور سعد البازع عفوا، وربما أني يعني حتى سبب فوزه هو يمكن لاحظته وعملت تغريدة على صفحته في التويتر انه انا التقيت به في الجناترية العام الماضي، قلت له ليش ما تشارك في الجائزه ففاز فشارك وفاز، وبالتالي هم قال لا يعني اذا انت صاحب الفكره وصديقه، ف يعني وهو راضي قبل، قالوا له حسن سيدير هذا فشرفني بالقبول. يعني فهذه يعني مشاركاتنا نحن تاتي بسياقاتها الطبيعيه، لكن ان يتكرر اسم طبعا هذا غير مقبول. نعم عموما تحدثت عن توزيع نعم إدراج هذه الفعاليات حتى أيضا يعني ضمان نجاح مثل هذه الفعاليات في المعرض، خاصة أن ما شاء الله مثل ما ذكرت أن هي فعاليات كثيرة 70 فعالية، كيف تضمنون نجاح هذه الفعاليات؟ 70 فعالية طبعا الرئيسية كما تحدثنا عن فعاليات التنشيط، فعاليات مناشط الطفل اللي هي يعني قرابة 10 فعاليات، وهناك ركن الخطاطين أيضا والذي أيضا عندهم أيضا ما شاء الله فعاليات كثيرة إلى جانب فعاليات ضيف الشرف. هل هذه الزيادة جاءت بناء على تقييمكم لفعاليات العام الماضي مثلا مدى نجاحه وبالتالي زدتم العدد؟ لا، هذه كما هي الآلية المتبعة، أنت تحدثت طال عمرك عن الفعالي
سألت عن الآلية التي اتبعتها. الآلية طبعا يعلن أستاذ سليمان يعلن عنها في الصحف والمواقع الإلكترونية وتتقدم الجهات بمقترحاتها. اللجنة الثقافية دورها الفرز ما يمكن فرزه أو قبوله من الفعاليات بشكل عام ويرفع إلى اللجنة الرئيسية وهي بدورها تقر هذه الفعاليات. يعني عندما تأتينا فعالية من مؤسسة نحن نحرص أن نستقطبها. نعم. يعني لا نرفضها إلا لمسوق يعني أو هناك داعي لسبب. وبالتالي فعلا كلما زادت الفعاليات هو زاد الجهد على اللجنة الثقافية لأن نحن نبحث عن فضاءات نبحث عن مقرات لإقامتها نبحث عن وملاحظ فعلا أنه هذا العام الفعاليات الثقافية كثيرة ومتعددة. نتمنى أن طبعا لكم التوفيق جميعا في تنفيذ هذه الفعاليات. الشاعر حسن المطروشي عضو لجنة الفعاليات الثقافية لمعرض مسقط الدولي للكتاب، استمتعنا بالحوار معك ونتمنى أن نلتقيك في الدورة الرابعة والعشرين إن شاء الله السنة القادمة. محضر بشكل أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن شكرا أستاذ حسن. فقط نذكر أن معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 23 اللي هي الدورة هذه يحفل هذا العام بتخصيص 4 قاعات متكاملة للفعاليات الثقافية وركن موسع للبرامج الثقافية للطفل، وأيضا تم تخصيص ركن لفعاليات المبادرات المجتمعية الثقافية واعتماد إنشاء المقاهي الثقافية في عدد من الأجنحة المشاركة. وربما طبعا يعني إنشاء المقاهي الثقافية يأتي كأول مرة في هذه الدورة. نعم. ننتقل إذن إلى زميلتنا أمل السعيدي في أروقة المعرض. مرحبا أمل. مرحبا سليمان ومرحبا عايدة مجددا وبالمستمعين الكرام. أنا الآن في ركن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومعي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الأستاذ الشاعر سعيد صقلاوي. مرحبا أستاذ سعيد. مرحبا بكم ومرحبا بالإذاعة العمانية التي تتحفنا دائما. ما جديد هذه السنة؟ يعني أنا أقدر أشوف أنه في هوية جديدة للدار، حدثنا عن هذا الموضوع. هو الحقيقة هذه السنة يمكن تكون إصدارات الجمعية متميزة لأنها أولا تحمل هوية خاصة تبرز الجمعية، وهذه الهوية ممكن تكون ثابتة في الإصدارات القادمة لأي إدارة تأتي تمسك الجمعية وتتولى عملية النشر، يصبح معها الآن هوية ثابتة لمنشوراتها وتصبح معروفة. كانت في السابق إصدارات الجمعية يعني تسير بدون هوية وتعتمد فقط على اللوغو مال الجمعية أو على شعار الجمعية. الآن لا، في أصبح شيء شخصية معينة ممكن يعني ينظر إليها، ولذلك كانت هذه قضية مهمة جدا أن تكون الجمعية حاضرة ومعروفة. أنا واحد يشوف الكتاب ممكن من غير ما يشوف العنوان يعرف أنه من كتاب كتب الجمعية. نعم. ماذا عن الإصدارات الجديدة ومجالاتها؟ الآن الجمعية السنة هذه يعني أصدرت 31 كتابا أو إصدارا متنوعة في الشعر وفي الدراسات وفي البحوث، وأن أيضا الندوات التي قامت الجمعية والمؤتمرات بتجميعها وإصدارها كعني وثائق لهذه المؤتمرات وكدراسات مهمة، فالتنوع كبير والتنوع أيضا شمل حتى الأجيال من الكتاب من الشباب وما بعد الشباب. فإذا التنوع هذا نشوفه ضروري ومهم جدا. وبعدين هذا يعني لأن الجمعية طبعا هي لكل الأجيال وليست لجيل واحد، ولكل الكتابات بتنوعاتها المختلفة. أي فعل كتابي هو أن الجمعية تتبناه باعتبار أنها جمعية الكتاب أو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ولذلك يعني تطمح يعني الجمعية أن يعني تكون تسير في هذه الأهداف دائما يعني منذ تأسيس الجمعية، وهي تحاول أن تكون دائما يعني بيت للجميع وإصداراتها تكون أيضا متنوعة. وهذا السنة أيضا الكاتب حصل شوية على عدة امتيازات، وهو أن الآن مثلا الكاتب حيحصل على 200 نسخة من كتابه، وحيحصل على 30 نسخة يوقعها مجانا يعطيها لطالبها من القراء العمانيين. يعني لا لن يتقاضى الكاتب ولا الجمعية مبالغ على النسخ الموقعة.
نعم، ماذا عن الفعاليات خلال أيام المعرض أستاذ سعيد؟ أيضا بالنسبة للكتب الآن أنا أشيرنا الجمعية عملت عمل فريد في هذا العام، وهي أن طبعت كتاب للأطفال. هذا الكتاب كتبه الأطفال بأنفسهم نتيجة الورشة اللي عملتها الجمعية في المعرض الماضي، فتم تحرير هذه الكتابات وإعداد الرسوم وأخرج الكتاب. ويعني الكتاب هنا ما أذكر اسمه لكن موجود ممكن نشوفه، هذا الكتاب، هذا هو الكتاب مصابيح صغيرة. وأعد الكتاب يعني وحرره الأستاذ الشاعر قاسم سعودي من العراق، ورسمت الرسومات أيضا الفنانة العراقية إيفان حكمت. فالكتاب كله ملون، وكل طفل كتب اسمه على القصة التي كتبها، وهي مبادرة طيبة. ونحن الآن أيضا حنكرر نفس العملية بحيث أننا نشجع الطفل على الكتابة كما نشجعه على القراءة. نعم، إذن هذه دعوة للأسر بأن تأتي بأطفالها للمعرض وتحضر هذه الورش. بلا شك، وسوف يأتي الأطفال الذين كتبوا هذا الكتاب، وراح تكرمهم الجمعية وتعطيهم نسخ من ما كتبوا. وطبعا هذه حتكون أيضا دعوة لزملائهم من الشباب، أقصد من الأطفال في مراحلهم العمرية، لأن يهتموا ويحسوا أن هناك من يرعاهم ويقدرهم. نعم، إذن نتمنى لكم كل التوفيق في الأيام القادمة من المعرض في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. كان معي الأستاذ سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وأعود إليكم سليمان وعايدة. شكرا لك أمل، وشكرا لضيفك. شكرا لكم، شكرا لسليمان، شكرا لعايدة، شكرا لإذاعة العمانية، شكرا للمستمع العماني، وشكرا لأمل سعيد. وشكرا لك أيضا. وشكرا، يعني ما شاء الله أمطرنا بالتشكرات. نعم. أستاذ سعيد الصقلاوي، نذكر عايدة بالفعاليات الثقافية التي ستبدأ غدا إن شاء الله في أول أيام المعرض بالنسبة. نعم. للجمهور. نعم، فعاليات غدا الخميس تقام، يعني طبعا اليوم الأول هناك. نعم. حلقات عمل في سرد الكتابة الإبداعية. هذه الحلقة ستقام في قاعة ابن دريد من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا. يشارك فيها ابتهاج بنت خليفة المسكري وعبد الله بن محمد اللواتي، وتنظمها مكتبة كتب 234 بالتعاون مع حملة سرد الكتابة الإبداعية. طبعا هذه المكتبة معروفة 234 تسمى، وطبعا عربناها بمناسبة معرض الكتاب. في الساحة الأمامية أيضا للمركز يقام في الساعة 6 مساء أول عروض مسرح الشارع، حيث سيتم تقديم عرض مسرحي بعنوان شارع العرب، وتقدمه فرقة آفاق المسرحية بالكلية التقنية العليا. وهو هذا العرض من تأليف أمجد الكلباني، فكرة وإخراج ماجد العوفي، وهو من تنظيم لجنة الفعاليات الثقافية. أما المقهى الثقافي فيستضيف بين الساعة 5 مساء والساعة 7 مساء حلقة نقاشية بعنوان التوثيق الوطني والدولي للتراث الثقافي غير المادي للسلطنة. يشارك فيها ناصر بن سالم الصوافي وإبراهيم بن سيف بني عرابة، ويدير الحلقة هلال بن سالم الزيدي، وتنظمها مديرية الفنون بوزارة التراث والثقافة. وفي هذا التوقيت أيضا، أي بين الساعة 5 والساعة 7 مساء، تقام في قاعة ابن دريد حلقة عمل فنية حول أساسيات التصوير بألوان الإكريليك، ويقدمها عبد الله بن محمد الرجيبي، وينظمها المتحف الوطني. أما قاعة الفراهيدي فتحتضن في الساعة 5 مساء محاضرة حول تجربة مملكة البحرين في صون التراث واستثماره، تقدمها سمو الشيخة مي الخليفة، وتدير المحاضرة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، والفعالية من تنظيم لجنة الفعاليات الثقافية. وفي قاعة العتبي يقدم الباحث محمد بن عامر العيسري ورقة علمية بعنوان تاريخ خزائن الكتب في عمان، وهي من تنظيم مكتبة ذاكرة عمان وتنظيم مركز ذاكرة عمان، وتقام في هذه الفعالية في الساعة 7 مساء. أيضا تبدأ غدا أولى فعاليات جناح النادي الثقافي مع حلقة نقاشية لكتاب مضيق السلام للمؤلف السيد سعيد بن سلطان البوسعيد، الذي ترجمه النادي من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
وسيشارك في المناقشة بالإضافة إلى المؤلف المترجم سليمان الخياري، وسيدير الجلسة المترجم خالد المالكي. بعد ذلك ستبدأ أولى سلسلة فعاليات من التجارب الكتابية، إذ سيكون الشعر والنصوص القصصية أولى تلك التجارب. ستتم استضافة مجموعة من الكتاب هم يونس البوسعيدي وبلقيس المزروعي ومحمد الجزمي. وبالنسبة لفعاليات مؤسسة بيت الزبير التي تشارك بجناح واسع في المعرض ومجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية، فستبدأ غدا في جناحها بالمعرض الندوة اليومية ما وراء الشرفة. تستضيف هذه الندوة مستمعين التي ستقام في الساعة 8:30 مساء عددا من المفكرين والباحثين والأدباء العرب من مختلف المرجعيات المعرفية ليقدموا أوراقا علمية تحاول استنطاق أفاق العلوم والفنون واتجاهاتها المستقبلية، وأيضا استشراف مستقبل قضاياها وثيماتها الرئيسة والفرعية. وسيكون الحوار غدا مع الفيلسوف والمفكر المغربي عبد السلام بن عبد العالي الذي سيقدم ورقة عن مستقبل الفلسفة. وسيدير هذه الندوة زميلي الكاتب سليمان المعمري. كل التوفيق لك. هذا أنا. نعم. أيضا تشجيعا للمعرفة الموسيقية تنظم المؤسسة في جناحها بمعرض مسقط للكتاب. أي مؤسسة؟ اللي هي مؤسسة بيت الزبير. مؤسسة الزبير. نعم. إذن هذا أحد الفعاليات الأخرى للزبير. تنظم طوال أيام المعرض في الساعة 7 مساء ندوة ترانيم لشمعة الروح، وهي ندوة تعريفية عن الموسيقى العربية تسلط الضوء على آلة العود والارتجال الآلي والصوتي الذي يعتبر من أهم القوالب في الموسيقى العربية. وسيتطرق المتحدثون لمختلف المدارس المرتبطة بالارتجال من خلال معزوفات حية تقدم على آلة العود، لما للعود من قيمة فنية بارزة عبر التاريخ الموسيقي العربي. وسيدير الجلسات اليومية لهذه الفعالية الدكتور ناصر بن حمد الطائي مستشار مجلس الإدارة بدار الأوبرا السلطانية بمشاركة واسعة من أبرز العازفين والمختصين. ويصاحب الفعالية حلقة عملية لصناعة آلة العود تنطلق في الساعة 7 في الساعة 5 مساء، يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعية العمانية لهواة العود بمشاركة يوسف الأزكي ومحمد الغفيلي. نعم، تهدف هذه الحلقة لتقريب صناعة العود ومختلف المراحل التي يمر بها للمتلقين والمهتمين من مرتادي معرض مسقط الدولي للكتابة. هناك أيضا فعالية أخرى لبيت الزبير، هي مسابقة بيت الزبير لجماعة الأنشطة الطلابية الثقافية في مؤسسات التعليم العالي، حيث تأتي هذه المسابقة كمرحلة ثانية بعد أن مرت المشاركات التي تقدمت بها مؤسسات التعليم العالي بمرحلة فرز أولية أخرجت 8 مشاركات تأهلت لمرحلة العرض. يشرف على هذه المسابقة كل من الباحثة منى بتحبراس السليمية وناصر الهنائي والشاعرة فاطمة إحسان. وتقيم المؤسسة بجناحها طبعا مؤسسة بيت الزبير. نعم. في الساعة 10 صباحا مجموعة من الحلقات تستهدف طلاب المدارس بهدف إكسابهم المهارات وتشجيعهم على التعرف على قدراتهم ومهاراتهم وتنمية مواهبهم الإبداعية. وتبدأ هذه الورشات غدا مع ورشة صناعة أشكال بالأورغامي مع زينب العلوي. هذا بجانب فعاليات اللجنة الوطنية للشباب التي تشارك في المعرض تحت شعار نقرأ لنحيا، الذي جاء ترجمة للبرنامج الاستراتيجي تطوير قدرات الشباب ضمن مشروع صناعة القراء ومستقطبا فئة الشباب. وتتراوح الفعاليات التي تنظمها اللجنة في الركن الخاص بها ما بين مقهى الشباب ودعم إصدارات الشباب وساعة المبادرات القرائية والمسابقة الوطنية للقراءة، وكذلك استضافة شخصية شبابية عربية وفعالية نتذكرهم ومسابقة مراجعات الكتب، إضافة إلى السينما والأدب والكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى برامج ومبادرات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء التي استضيف رئيسها قبل قليل، والتي ستبدأ منذ يوم الغد في ركنها بالمعرض بعدد من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي تخدم المشهد الثقافي. نعم، ستبدأ الجمعية بحفلات توقيع إصداراتها الحديثة ابتداء من مساء الغد، التي سيستهلها المسرحي محمد خلفان بالتوقيع على إصداره رسالة إلى الله، وتوقيع الكاتب وليد الشعيلي إصداره على طابوقة ينتظر موعدا. وليد الشعيلي ينتظر على طابوقة. في الختام نذكركم، طبعا قبل الختام أيضا دعينا
نحاور قليلا زميلنا عدنان الميمني الذي يشرف على تفعيل برنامج خير جليس في وسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا عدنان. مرحبا استاذ سليمان، ومرحبا بزميلتي استاذتي عايدة الزجالية وكل الزملاء جميعا، يعني في اولى اطلالة لكم هنا. نعم، احنا سعيدين ايضا بانضمامك الى فريق برنامج خير جليس في هذه النسخة. طيب عدنان، خبرنا اكثر كذا وبشكل سريع عن دورك هذه المرة في هذا البرنامج. يعني استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لدى الشباب يتفاعلون معه بشكل كبير جدا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي. نحاول قدر الامكان من خلال واسم البرنامج خير جليس نطرح السؤال المخصص في كل حلقة لكل المستمعين، بالإضافة أيضا للموضوعات اللي تطرحوها مع ضيوفكم الكرام، الإصدارات، المحطات والوقفات أيضا من خلال هذه الأمسية الثقافية الجميلة خلال 10 أيام بإذن الله من خلال المحطات، بالإضافة تذكير والترويج أيضا لكل محطة تكون قادمة من خلال متابعة أيضا إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة العامة، إذاعة الشباب، ومن خلال الوقفات الخاصة في خير جليس. وإن شاء الله نكون دائما مع المستمعين. يعني أنت ما شاء الله يعني تشتغل بنشاط ودأب منذ بداية البرنامج، وشاهدنا بعض تغريداتك التي أطلقتها اليوم. غردت عن هذا اليوم. هذه هي البداية يعني لسؤال الحلقة وجائزة الموسوعة العمانية، بالإضافة أيضا إلى المحطة الاستهلالية الخاصة ببداية مشوار خير جليس. الوسم إن شاء الله رايح يتصدر خلال أعتقد المرحلة القادمة، ونحاول أن يكون في ترند كبير جدا أيضا لكل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الإعلام الآن الإلكتروني حاضر وبقوة. صحيح. لدى الشباب، نحاول نكون مكملين لهذه المحطة. جميل أن نصل يعني إلى هذه الفئة، ونصل أيضا للمستمعين اللي ما قاعدين يسمعونه، ولكن بإمكانهم متابعتنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. نعم طبعا. أنت عايدة ربما تسألتي، طبعا عدنان تفاجأت اليوم هو زميلنا ويقدم برامج في إذاعة الشباب. صحيح. فلماذا هو الذي يأخذ هذه المبادرة؟ أيوة. نعم. هو طبعا خبير في، يعني دعنا نتكلم عن خبرتك في هذا المجال. يعني أنا متابع وناشط اجتماعي، ولكن ليس بشكل كبير استاذ سليمان، كثر ما متابع ايضا بصمت ما يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي كعمانيين نحن كشباب. قدر الامكان ان نصل ونوصل الرساله للمتابع، لان نحمل دائما الرساله الاعلاميه، فلازم تكون في رساله ثقافيه حتى نحن ككوننا كاعلاميين إن كنا نقدم أي نوع من أنواع البرامج، لازم تكون هناك رسالة أيضا وحضور مميز لكل إعلامي عماني ينتسب إلى الهيئة العامة لدعوة التلفزيون. فحاول قدر الإمكان أن يكون هناك الحضور المميز والثقل أيضا والبروتوكول المعين لكل إعلام منصات التواصل الاجتماعي. نعم، ونحن نشكرك على هذا الجهد الذي تقوم به زميلنا عدنان الميمني. شكرا جزيلا. ونتمنى طبعا أن أنا أشكر ثقتكم يعني، وإن شاء الله تكون بداية موفقة وتجربة جديدة. إن شاء الله. واثقون من ذلك. إن شاء الله. قبل أن نختم نعيد السؤال للمرة الأخيرة عايدة. نعم، يحتفل معرض مسقط الدولي للكتاب اليوم ببدء دورة جديدة من دوراته التي بدأت عام 1992 وجعلت منه منذ ذلك العام أحد الأنشطة الثقافية الرئيسية في السلطنة. ما رقم دورته الحالية؟ 1 الدورة 23، 2 الدورة 22، 3 الدورة 25. إذن كل ما عليكم هو إرسال رقم الإجابة الصحيحة 1 أو 2 أو 3 إلى رقم 90486 وكتابة الاسم الثلاثي والقبيلة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج خير جليس، قدمناه لكم مباشرة من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة العرفان. وإلى أن نلتقي في حلقة الغد بإذن الله تعالى، هذه تحيات فريق البرنامج. في الإشراف العام خالد بن حمدان الحجري. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي. في التقديم سليمان بن علي المعمري وعايدة بنت عيسى الزجالية. في التغطيات من أروقة المعرض هلال بن سيف البادي وأمل بنت عامر سعيدية وليلى بنت عيسى العمرية. في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي وعبد الله بن مختار البلوشي ومحمد بن سعيد الرشيدي. الإشراف الهندسي المهندس يونس بن حبيب المسافر. هندسة النقل الخارجي المهندس حسن بن علي الحسني والمهندس سلطان بن سعيد الرواحي والمهندس سالم بن محمد الشيدي. الإشراف البث والوصلات المهندس سعود بن أحمد الحراسي.
هندسة البث والوصلات أيضا المهندسون طارق المعولي والمنتصر الجهوري ومحمد الوهيبي وسمير الحسني. وهذه تحيات المخرج هاني بن سعيد السعدي. في أمان الله. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مرحبا، اليوم صارت الخدمات المصرفية الرقمية من بنك عمان العربي متاحة للجميع. من يعرف إيش هي؟ تطبيق الهاتف وأجهزة الصرف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. أحسنت، وإيش مميزاتها؟ كلمة مرور واحدة لجميع القنوات الرقمية. ممتاز، وإيش